احبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد عبد الحميد وده موتوريستا وحلقه جديده عن الدريفتنج. يلا بينا. النهارده كده انا في اليوم الثاني لاكتشاف المواهب لسباقات السرعه، السباقات التاهيليه لاختبارات المواهب اللي هتبقى ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني. فاحنا النهارده في الاختبارات التاهيليه ليها، فتعالوا نتابع كده الاحداث. ان انا اشارك في السباقات. ايه احسن حاجه عجبتك في التنظيم هنا؟ هي اكتر حاجه عجبتني في التنظيم يعني كل واحد واخد حقه وكل واحد واخد دوره، يعني مفيش حد واخد حق حد، كله بيجي عليه الدور يعني. لا كل حاجه هنا منظمه جدا لا كله تمام يعني. هوايتي من زمان جدا العربيات والسواقه هي طبعا يعني الغرز والحاجات دي كلها. دي بالنسبه لي عايز اقول لك هي تقريبا اساس وقت يعني. عملت بتاع كميه حوادث خياليه يعني. فلا يعني انا هوايتي اساسا بعيد عن الطب والصيدله وكده، لا انا اساسا حياتي كلها هي العربيات والميكانيكا يعني. انا اندرو ميل، انا من اسيوط. عرفت المكان هنا عن طريق الفيسبوك، كان منزلين اعلان على الفيسبوك فتواصلت مع شريف صقر وهو اللي قال لي على الحوار كله. كنت اول مره بصراحه اجي اجرب حاجه زي كده، كلمته دعمني جدا وانبهر بقى ان انا من اسيوط وجاي القاهره ان انا ادخل في دريفتس وحاجات زي كده. بالفعل جيت النهارده ودخلت كده، عملت كام دريفت كويس يعني، بس في احسن باذن الله. ايه اكتر حاجه عجبتك في الموضوع؟ هو اصلا كرياضه سيارات وسبورت دريفت وحاجات كده مش كانتش موجوده هنا في القاهره، او يمكن موجوده بس في ليميتس وما كانش حد بيعرف عنها. كانت دايما بنسمع ان الدول الثانيه بتشارك وحاجات زي كده، بس هنا كحاجه بروفيشنال في موجوده في مصر مش موجوده. فدي كبدايه كويسه يعني ان هي تبقى زي اساس للرياضه في مصر، دي حاجه كويسه جدا. طبعا لازم اشجع ناس كتيره يعني، في ناس كتيره بتحب سواقه عربيات وبتحب تعمل دريفت، فانا اشجعهم جدا لان يعني زي ما بتقولوا ده الفريق الناشئ لسه طالع، فهو بيكتشف مواهب كتيره. ف يعني اي حد بيحب سواقه عربيات وارد تكون عندك موهبه وانت مش عارف، فانت ليه ما تجربش؟ لا انت لازم تيجي وتجرب يعني. يمكن لما تجرب تطلع بتعرف مثلا. بالظبط. وجود الفيرنا في التراك شجعني شويه ان انا احاول انزل بالعربيه في التراك بنفسي واجرب الموضوع، بس انا خفت على العربيه بصراحه وقلت يعني اكيد العربيه مش طالعه بيرفورمانس كويس، لغايه ما لقيت دي. الموضوع بقى ايه يعني، حلو بقى وسخنت، انا بقى سخنت بقى وعايز انزل. فطبعا قررت ان انا اسال عز، عشان عز هو صاحب العربيه اللي اقنعتني ان انا انزل. تمام معايا عز النهارده؟ ازيك عز؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. احكي لنا عن عربيتك دي يا عز كده، ايه مواصفاتها؟ سبرانزا 1200 سي. كلها ستوك من المصنع بالظبط، مفيش فيها اي حاجه. طب اقنعتها ازاي ان هي تنزل تعمل دريفت؟ مش دريفت بس يعني، ده سباق سبيد بس يعني. اهتميت بالحاجات اللي فيها، ما قلتش فيها حاجه يعني. مثلا الهاند بشدها كل فتره، العفشه بعملها، باكد على العفشه، الزيت بغيره في وقته، البوجيهات بتمم عليها، الحاجات اللي هي فيها المصنع باكد عليها يعني، ما بحملهاش، ما ينفعش اهملها، لو اهملتها مش هتدي اللي انا عايزه. بس يعني الموضوع كله بس اهتمام وانك مركز فيها. القطع الغيار الاصليه بصيانه دوريه بتخليها على احسن حاله ليها وبتعرف تدخل بيها ريسز وبتاع. انا قبل ما اجيب كان كويس، قبل ما اجيب ساعه. لا حول ولا قوه دي عايز ولا قبل ما اجيب فاضي. بس يعني الحمد لله برضه رحت وفضلت واقف على ايد الراجل لحد ما خلصتها. تمام. طبعا ما باخدش الامر يعني، قبل ما انزل ادوس عليها اخد الامر منه، اخد اللي انا هينفع هينزل انزل بيها، ينفع ماشي، ما ينفعش خلاص يبقى مش بالنسبه لي النهارده. ما دوستش عليها ما اداش فوقها. تمام. مش هينفع، ما ينفعش ادوس على العربيه وهي مش حاملها. طب هل عرفت تحقق بيها ارقام؟ حققت بيها سباق تالون، سباق ريفوتر، مركز ثاني الناشئين ان شاء الله، ثاني مبتدئين. كان المركز اول جولف 7 1200 تيرمو. تمام.
يعني انا مش فارق بيني بيها كان سنتين الحمد لله. يعني فعلا الموضوع فيه عصب شويه في هو موجود وبدل في شغف انت تعمل حاجه. انا ممكن يعني اول سباق تالون انا ما خدتش فيها المركز بس نزلت قديت والناس اتبسطت بس انا قديت في التراك بس ما خدتش مركز ربنا وفقني. في السباق التاني يعني رفتب كان اصعب بس ربنا وفقني الحمد لله يعني. الحمد لله بالتوفيق دايما يا عز. اتمنى لك التوفيق وانا مبسوط ان يعني انت بجد تشجع اي حد ان هو ينزل بالك يعني بدل ما بنطلع طاقتنا في الشارع نطلعها لا نطلعها هنا فعلا في مكان اكتر امان وفي انفايرمنت كويسه وفيها الدنيا متنظمه احسن بكتير من تبقى الشارع اكيد طبعا. يعني هيبقى سابقا ان احنا النهارده اول مره في تاريخ اليوتيوب تشوفوا كنبه بتعرف تدريفت. ربنا يسهل ان شاء الله. كنوع من المشاركه التحفيزيه يعني وبتاع فانا ايه هنصور العداد بقى وهو بيدور والحركات دي عشان ايه اسخنكم ودخلكم معايا في المود كده. هوبا بقى اوعى بقى نيسان اوعى. يا سلام يا سلام. اوعى الوحش الجامد الكاسر. سبرانزا والفيرنا نزلوا عملوا اداء كويس ونيسان صاني اخت بتاعتي عملت اداء كويس فمش عارف انا لو ما نزلتش انا بحرج نفسي بصراحه يعني كل الناس نزلت. انا سامع ارقام كمان حلوه يعني بيتكلم في 46 و47 ثانيه في التراك. انا لو جبت 5 دقائق هبقى كويس يعني الموضوع 5 دقائق ان شاء الله نكون مخلصين كل حاجه باذن الله. شريف صقر يا جماعه معايا في العربيه. اهلا 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 وسهلا. نورنا نورنا حضرتك والله. مش خايف؟ لا مش خايف خالص. أمان خايف. أنا خايف. ده الطبيعي. يلا بسم الله. بص على نفسك. طب أنا كنت شد هاند. شد هاند. ماشي. أنت شد هاند. اخطفها. حلو. بعدين أعمل إيه؟ كده كده. ها؟ هناك ده. حلو. ارجع كده ارجع. زيك عاش عاش حلو والله حلو والله بالنسبه لاول مره عاش قوي يا ولد معلم انفع انفع جدا المصحف ان شاء الله تستحكم معانا كذا تدريب هتكسبني بعد كده انت عامل كده احسن مني كمان. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان خاطر تشوف الحلقات اللي جايه بعد كده. مفيش مشكله بس بص على الحلقات اللي فاتت قبل كده. بحبكم جدا 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 في الله. السلام عليكم.